بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. كما راكم تشوفوا هذا مكتب البريد بخميس مليانة ولاية عين دفلة بحي دردرة. هذا المكتب البريد راكم تشوفوا معاناة الشعب الجزائري، معاناة المواطن الجزائري. رغم على هذا الحال عندهم حوالي شهر، فايت شهر راه نقص في السيولة ومعاناة في مكاتب البريد. وهذا رسالة اليوم، تذكير بتاريخ اليوم، اليوم السبت 25 جويلية 2020. هذا رسالة أو هذه رسالة الوزير البريد المواصلات، ولا رد على التصريح اللي صرح به وزير البريد المواصلات يوم أمس أو قبل أمس. قال أنه ما كاش عجز والأمور راهي عادية والسيولة راهي عادية. قال ما كاش عجز، هذا رد على كلام وزير البريد والمواصلات. كما راكم تشوفوا الشعب ولا المواطن الجزائري راه يعاني نقص في السيولة، معاناة كبيرة في مراكز البريد في أغلب بلديات الولاية، ولاية تاعنا ولاية عين دفلة، كما هو الحال في جميع الولايات. نسأل الله عز وجل أن يفرج علينا إن شاء الله عز وجل.